وفي مسائية اليوم استراحة فنية لنهاية الأسبوع، سنستضيف الفنان زكريا غفولي المناسبة طرحه لعمل غنائي جديد بعنوان العشران. يقول أن الفيديو كليب مستوحى من قصص واقعية عاشها مغاربة المهجر، مع الإشارة إلى أن والدة زكريا شاركت في عدد من لقطات هذا الفيديو كليب. نقترح عليكم مقطعا منه لنتابع. فنان زكريا غفولي ضيفا معنا نهاية هذا الأسبوع، مرحبا بك زكريا ضيفا على مسائية قناة الثانية. الله يبارك فيك خويا الحسين. إذا تابعنا مقتطف من العمل الأخير، العنوان ديالو العشران، علاش العشران؟ الفكرة والموضوع ديال الفيديو كليب والعمل ديالك الأخير. العشران هي أول أغنية صدرت سنة 2022، هي أغنية فيها إيقاعات مغربية، يعني مستوحاة من التراث المغربي بيان سور، مع واحد المساحة حديثة في التوزيع، فيها لاتوش ديال زكريا الغفولي اللي عادوا عليها المغاربة، وهي القصة ديالها يعني قصة اجتماعية اللي عاشوها مجموعة من يعني الناس في المغاربة اللي كاينين في المهجر، أو مجموعة من الناس اللي عاشوا في المهجر وعانوا، يعني قصة اجتماعية، موسيقى زوينة، والحمد لله تقبلوها. نعم، إذا كتحدث على قصص واقعية، قصص إنسانية لسكان المهجر، تلاقيتي مع مغاربة الخارج، عشتي معهم هذه القصص، تعرفتي عليها، داكشي علاش نقلتيها لنا في هذا العمل؟ هي بصراحة في مواقع التواصل الاجتماعي كنلاحظوا مجموعة من الناس اللي عانوا يعني من مشاكل، يعني من مشاو المهجر، كانت وعود من طرف عائلاتهم وأصدقائهم أنهم راه غيوقفوا معاهم ملي غيكونوا تما، ولكن للأسف الشديد ملي مشاو يعني قلبوا عليهم وجهو كما بحال اللي تنقولوا. حاولت ان هذا الشيء نترجمه على شكل اغنيه باش نقول بان يعني اكيد راه كاين الخير وكاين ناس مزيانين، ولكن راه كاين صحيح ناس ملي كتمشي يعني كيقلبوا وجههم، وهذا واحد الدنيا. نعم، شاهدنا في الفيديو كليب كاينه لقطات ديال الام ديالك، الله يحفظها والله يحفظ لينا جميع الامهات ديالنا. كيفاش جات الفكره ديال انها تشارك معك في هذا الفيديو؟ الوالدة ديالي لالا زهرة كانوا جايين تحية من هذا المنبر، الله يخليها لي ويخلي كلشي الأمهات ديالهم. شافوها الناس معايا من 2010، يعني بنت معايا مجموعة من المرات. حنا أكيد أي واحد كيوقع له أي مشكل لما كيشكي أول إنسان كيقدر يشكي ليه هو الوالدة ديالو. يعني كانت فكرة أن في لقطة أو لقطتين يمكن كانت ظهرت معايا باش نقدروا نقولوا نوصلوا الرسالة أكثر ديال الأغنية، باش تقدر توصل أكثر وتوشي الناس أكثر، والحمد لله. نعم، قدرنا نوصلوا الحمد لله لواحد نسبة مهمة. أكيد. الفيديو كليب خلينا نقول شي أسماء، هما كلمات يونس آدم، أكيد. توزيع ديال أشرف بن صفية، معك كذلك جوج ديال المخرجين شباب. بغينا نتعرفوا على هذه الأسماء الفنية، هذه الفئات الشابة، كيفاش كان العمل ديالهم، كيفاش كان الطاقات ديالهم والإبداع ديالهم وأنت كتخدم معاهم؟ التحية خاصة وكبيرة لكاع طاقم العمل اللي خدام معايا، منهم الكاتب المتميز اللي خدم معايا مجموعة من الأغاني يونس آدم، كنوجه تحية من هذا المنبر. التوزيع الأشرف بن صفية باستوديو ام ام بي المهدي محجور. الإخراج كان هو ديالي، ولكن التصوير الدي او بي كان ما بين مدير الاعمال ديالي ادريس السبيل ومحمد شانيج بفرنسا. هادو طاقات شابه اللي هادو طاقات شابه خدمات، وما نساوش ادريس السبيل كان عنده انه خدم معايا مجموعه كذلك من الكليبات اللي هما حبينه وتغيب وتبان اللي حققت مئات الملايين المشاهده. يعني ولكن ايكيب جون اللي صراحه اللي باقي تعطي في المستقبل، مازال تعطي اكثر بزاف. اذا زكريا من بعد شوف الزمان، الاغنيه اللي فيها نوع من الحديث على تجارب انسانيه، اليوم كنسمعوا كذلك العشران فيها قصص واقعيه ديال مجموعه الناس، واش ممكن تحدثوا على اختيار المواضيع؟ كيفاش كيختار زكريا المواضيع ديالو، الكلمات والقصائد؟ مشيتي مع واحد الاتجاه بحال شويه انساني اجتماعي. الناس عرفوني قبل، يعني كنت متجه للغزل واللون العاطفي في الاغنيه ديال حبينو، في الاغنيه باهره باهره، الحب زوين، دارني قلبي، كانت اغاني عاطفيه. يعني ضروري الفنان خاصو يغير يعني من توجهه من المواضيع باش ما يكونش ملل. اختاريت يعني من لا تكبرش اللي ما عنده قيمه، وشوف الزمان، واخيرا العشران، ان نهضر على قصص واقعيه اللي كتهضر على مجموعه من الوقائع، من الاحداث اللي وقعت، والحمد لله. يعني خاص الانسان ينوع، لان ملي كترجم المشاكل ديال الناس كتقدر توصل اكثر وكتنوع. نعم، من الريبرتوار ديالك اكثر. خليني نسولك على مشروعك الفني، واش كتوجد لشي عمل فني في المستقبل، وكيف كيفاش عشتي هذه الفترة الأخيرة، هذه سنتين مع فيروس كورونا، كيف هو حال الفنان في غياب المهرجانات، في غياب الأنشطة الثقافية، وفي تعطل اللقاء مع الجمهور؟ هذه الفترة ديال كورونا دازت صعيبة على جميع الفنانين، منهم أنا أكيد. يعني كنا فقط كنعيشوا يعني مع الديجيتال، يعني مع مواقع التواصل. الحمد لله يعني أنا كتجربتي الشخصية يعني
الواحد كتكون عنده بعض المداخيل من اليوتيوب من سبوتيفاي يعني كيقدر يعيش به ولكن ما كافياش. كان عندي الحظ انني ندير واحد الجوله اوروبيه بمجموعه من الحفلات اللي كانت خارج المغرب قبل ما تسد الحدود. نتمنى ان هذا الشيء يكون في المغرب لان اللقاء بالجمهور اللي هو مهم أكيد. مهم بزاف حيت ما غاديش ما كيخليش يعني الفنان كيخليه انه يعني يعيش اكثر مع الجمهور. وبالنسبه للجديد غادي يكون ان شاء الله واحد الجينيريك غادي يكون في القناه الثانيه في شهر رمضان المقبل المسلسل زطاط. نعم شكرا جزيلا زكريا غفولي، نتمنى لك التوفيق في اعمالك القادمه ولما لا لقاء قريب ان شاء الله على منصة وامام الجمهور من بعد عوده الحياه الثقافيه والفنيه من جديد ان شاء الله. شكرا لك على الاستضافه.